الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك طريقه وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة المشاهدون، طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ما أجمل أن نتكلم عن خير الخلق وسيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا نتكلم عن نبي الله محمد عن قرب، نتكلم عن جوانب مضيئة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، نتكلم عن حلم النبي صلى الله عليه وسلم، وعن فرح النبي وغضب النبي، كيف كان النبي مع زوجاته، كيف كان يتعامل مع الخدم، كيف كان وفيا لأصحابه، كيف كان وفيا لأعدائه، كيف كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لنهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولنتخلق جميعا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، من شهد للنبي بصدق رسالته وبعثته؟ شهد له كل من في السماوات والأرض، وكفى بالله شهيدا. شهد له رب العزة جل وعلا من فوق سبع سماوات قبل أن يولد صلى الله عليه وسلم أنه عبد الله ورسوله. ربنا عز وجل ذكر في سورة الأعراف فقال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ربنا جل وعلا ذكر وصف النبي في التوراة والإنجيل كوصفه في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله عز وجل حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، فيفتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. شهد كل من في الأرض ببعثة النبي محمد، شهد له الشجر والحجر. قال النبي محمد: والله إني لا أعلم حجرا بمكة قبل البعثة، كلما مررت عليه قال: السلام عليك يا رسول الله. النبي شهد له الشجر، يلتقي عربي بالنبي فيقول: يا محمد، من يشهد لي أنك نبي؟ هو لا يعترف بقرآن ولا بسنة، لكن يريد دليلا ماديا ملموسا، فيقول له النبي: تشهد لي هذه السلمة، وأشار إلى شجرة. فدعاها النبي فشقت الأرض وجاءت ووقفت بين يدي رسول الله وقالت: إني لأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. النبي شهدت الشاة المسمومة بين يدي رسول الله، شاة مطهية مشوية شهدت برسالة النبي. لما أكل النبي منها قالت، أنطقها الله فقالت: إني مسمومة يا رسول الله. النبي الجماد يحن إليه لما ترك النبي هذا الجزع الذي كان يتكو عليه فيخطب عليه، حن لفراق النبي له، حن الجزع إليه وهو جماد، فعجيب أن تجمد الأحياء. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عنه جبريل، ففي الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الأمين جبريل: قلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أجد أفضل من محمد. النبي عصمه الله عز وجل في صغره كما عصمه في كبره. عصمه في كبره فقال: والله يعصمك من الناس. عصمه في صغره صلى الله عليه وسلم، عصمه من الشيطان، فأرسل إليه الأمين جبريل عليه السلام وهو طفل صغير، فشق صدر النبي وأخرج منه علقة وقال: هذا حظ الشيطان من قلبك.
عصمه الله عز وجل في صغره من الشرك، فلم يسجد لصنم، ولم يشرب الخمر، ولم يأتي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. عصم الله فؤاده، وعصم سمعه، وعصم بصره. إنه وربي خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحبيب يا محب. النبي صلى الله عليه وسلم، لنتعرف عليه عن قرب، كيف كان النبي؟ كان النبي أشجع الناس. يقول علي: كنا إذا حمي الوطيس نتقي برسول الله، أي إذا اشتدت المعركة نتقي برسول الله، يكون النبي في المقدمة. فكان النبي أشجع الناس. النبي كان أكرم الناس، كان أجود بالخير من الريح المرسلة. قالوا عنه على عهدي أن محمد بن عبد الله يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. النبي كان أشد الناس تواضعا صلى الله عليه وسلم. كان النبي تأخذ الأمة بيده وتسير بها حيث تشاء حتى تقضي حاجتها، يمشي النبي معها براحة ورضا، لأنه التواضع الجم من رسول الله. يقابله رجل فيرتعد جسده، يظن أن النبي كالملوك. يقول النبي له: يا أخي هون عليك، فأنا ابن امرأة من العرب كانت تأكل القديد بمكة. النبي كيف حاله مع الخدم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاملهم برفق. يقول أنس: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط، ولا لشيء فعلته لما فعلت ذلك يا أنس، ولا لشيء تركته لما تركت ذلك يا أنس. النبي كيف كان حاله مع زوجاته؟ النبي كان يراعي مشاعر أهله، يداعب زوجاته ويضحك معهم صلى الله عليه وسلم. يقول النبي لعائشة: والله إني لا أعلم متى تكوني راضية علي ومتى تكوني غاضبة مني. قالت: كيف يا رسول الله؟ قال: إن قلت لا ورب محمد عرفت أنك راضية علي، وإن قلت راضية علي، وإن قلت لا ورب إبراهيم عرفت أنك غاضبة مني. قالت: لا والله يا رسول الله، والله لا أهجر إلا اسمك، أي أنك في القلب يا رسول الله. كيف كان النبي زوجا؟ النبي لم يكن يغضب لنفسه قط، لكن يغضب إذا انتهكت حرمات الله عز وجل. لما ترسل صفية زوج النبي الأخرى إلى النبي في بيت عائشة طعاما في إناء في صحفة، فإذا بهذا الإناء يكسر، هذه الصحفة تكسر وتقع الأرض أمام رسول الله وأصحاب النبي محمد. هب أن زوجة فعلت ذلك أمام أصدقائك وأنت في بيتك، سيكون الأمر عظيما وتحدث المشاكل. لكن النبي ابتسم وقال لأصحابه: غارت أمكم، أي عائشة غارت من صفية لما أرسلت الطعام إلينا، وقال: يا عائشة أعدي لها طعاما وأرسله إليها، طعاما بطعام وصحفة بصحفة. وابتسم النبي. لكن لما تقول عائشة للنبي: حسبك من صفية، أي أنها قصيرة، يقف النبي يقول لها: لقد اغتبتيها. ولا يرضى النبي صلى الله عليه وسلم الخطأ من أهل بيته صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان أوفى الناس، كان أوفى الناس صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وأحبابه ومع زوجاته صلى الله عليه وسلم. مع أبي بكر الصديق النبي كان وفيا صلى الله عليه وسلم. أبو بكر في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لما وقف ذات مرة يخطب في الناس في آخر حياته قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، نعى نفسه لأصحابه وقال: إن عبدا من عباد الله قد خيره الله عز وجل بين الدنيا وبين لقاء الله، فاختار لقاء الله عز وجل. فعلم أبو بكر الصديق أن النبي ينعي نفسه للصحابة وأن أجله قد اقترب، فبكى بكاء شديدا وقال: أفديك أو أفديك بنفسي يا رسول الله وبأبي وأمي. فأسكته الصحابة، فقال النبي لهم: دعوه، خلوا بيني وبين صاحبه، والله ما من أحد له يدا علينا إلا كفأناه عليها إلا أبا بكر الصديق، فقد تركنا مكافأته لله. والنبي كان أوفى الناس مع أصحابه حتى في المنام.
النبي يقول لعمر: دخلت الجنة ليلة أمس فوجدت قصرا فيها، ووجدت امرأة تتوضأ، فسألت لمن هذا القصر؟ فقيل لي: قصر لعمر. وسألت عن المرأة فقالوا: هذه زوجة عمر. فذكرت غيرتك يا عمر على أهل بيتك فوليت مدبرا. فقال له عمر: أو على مثلك أغار يا رسول الله؟ انظر إلى وفاء النبي ومراعاة مشاعر أصحابه حتى في المنام، إنه ربي صلى الله عليه وسلم. النبي كان أوفى الناس، كان مع خديجة وفيا صلى الله عليه وسلم، حتى إن عائشة كانت تغار من خديجة وما رأت خديجة من كثرة كلام النبي عليها، يتكلم ويثني عليها ويرسل لصديقاتها لأصحابها الشاه يذبحها ويقطعها ويرسلها إلى صاحبات خديجة، تغار منها عائشة وتقول: يا رسول الله، لقد أبدلك الله خيرا منها امرأة حمراء الشدخين، إذا ضحكت فمها أحمر من عدم وجود الأسنان، لقد أبدلك الله خيرا منها. فقال: والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد صدقتني حين كذبني الناس، وواستني بمالها حين حرمني الناس، وآمنت بي حين كذبني الناس، ورزقني الله عز وجل منها بالولد. خديجة يتكلم عنها النبي وفاء لها فيقول: كمل من الرجال عدد كثير، ولم يكن من النساء إلا آسيا بنت مزاحم زوج فرعون، وخديجة بنت خويلد، ومريم ابنة عمران، وفاطمة بنت محمد، وفضل عائشة على فضل سائر نساء العالمين كفضل الثريد على سائر الطعام. كان أوفى الناس للأحياء وللأموات صلى الله عليه وسلم. حلم النبي، قد يكون الحلم مع الصديق أو مع الأب أو مع الابن أو مع الزوجة، لكن الحلم يكون مع الأعداء، هذا أمر يدعو للعجب. كان النبي حليما حتى مع أعدائه، وكان النبي وفيا حتى مع أعدائه. رجل كان يكره النبي كرها شديدا، ولم يكن على وجه الأرض وجها أبغض إليه من وجه رسول الله، وحاول مرارا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سيد قومه ثمامة ابن أثال سيد بني حنيفة. هذا الرجل في نجد كان سيدهم وقائدهم، وحاول قتل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذات يوم خرج يلبس الإحرام كأنه ذاهب إلى العمرة، لكنه ذهب لم يذهب إلى الكعبة إلى مكة مباشرة، ولكن أمسك به رجال النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة كأنه يترقب الدخول إلى المدينة، مع فكره وشغله الشاغل بقتل النبي أراد الله عز وجل لهذا الرجل الخير. أمسكت به سرية وذهبوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وربط على سارية من سواري المسجد. فلما أخبروا النبي، مع أنهم لم يعرفوه، أخبروا النبي برجل أمسكنا به وربط على سارية من المسجد، جاء النبي فنظر فإذا به ثمامة ابن أثال سيد قومه هذا الرجل العظيم. فقال له النبي: ما عندك يا ثمامة؟ قال: خير يا محمد، إن تنعم تنعم على شاكر. فلم يتغير النبي، قال: وإن تقتل تقتل ذا دم. فلم يهتز النبي، فساوم النبي، قال: وإن ترد المال تعطى. فقال النبي: أكرموا ثمامة، فما من أحد من أصحاب النبي إلا أكرم ثمامة. حينما قال أكرموا ثمامة، في عرف الناس اليوم إذا جاء رجل لقتل والدك أو أبيك أو سيدك أو رئيسك وقال أكرموه، يكون المعنى على المجاز لا على الحقيقة، أكرموه بمعنى أدبوه لأنه جاء لقتل أبيك أو سيدك، لكن حينما يقول النبي أكرموه يكون المعنى على حقيقته أكرموه. فابتدر الصحابة أمر النبي مع كرههم لهذا الكافر، لكنهم هم يحبون النبي سمعا وطاعة لأمر النبي، وإن وافق وإن لم يوافق الأمر عقل الصحابي سمعا وطاعة، ابتدروا أمر النبي. والصحابة يذهبون إلى بيت النبي محمد، وكانوا يعطون هذا الرجل من طعام النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم، من الطعام الذي سيأكله النبي
يعطى طعام لثمامة الذي جاء إلى قتل النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا الرجل الكافر الذي كان يحاول مرات قتل رسول الله وهو يبغض النبي ويبغض الدين الذي جاء به النبي. وفي اليوم الثاني يقول له النبي: ما عندك يا ثمامة؟ يقول: يا محمد، إن تنعم أنا بخير، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن ترد المال تعطى. فيقول أكرم ثمامة ثلاثة أيام على هذا الحال. ماذا سيرى ثمامة في مسجد رسول الله؟ لن يرى إلا أخلاق الأنبياء، سيرى أفعال الصحابة وصلاة الصحابة وسير الصحابة، ويرى أخلاقا من الصحابة تجعله يفكر في الأمر. في النهاية في اليوم الرابع قال النبي: فكوا قيد ثمامة، اذهب يا ثمامة. ففكر ثمامة: النبي أردت قتله قبل ذلك، ومع ذلك جئت إليه وهو يعلم بغضي له وللإسلام ولم يفعل بي شيئا، اذهب يا ثمامة. فذهب ثمامة ففكر في هذا الأمر: إن هذه الأخلاق ما أخلاق بشر، إن هي إلا أخلاق الأنبياء. فمر على بستان فاغتسل به، اغتسل في هذا البستان وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد، إنه لم يكن على وجه الأرض دينا أبغض إلي من دينك، ولا بلدا وأرضا أبغض إلي من البلد التي أو الأرض التي تعيش عليها، ولم يكن على وجه الأرض دينا أبغض إلي من دينك، أما إني الآن يا محمد ليس على وجه الأرض دينا أحب إلي من دينك، ولا أرضا أحب إلي من الأرض التي تعيش عليها، ولا وجها أحب إلي من وجهك، وإني لأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. هذا هو النبي، حلم حتى مع الكفار يدخل الناس في الإسلام. لماذا؟ لعلمهم بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، أخلاقه تدخل الكفار الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغدر أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دم أربعة من الرجال، منهم عبد الله بن أبي السرح، كان من كتبة الوحي لرسول الله، لكنه لعب الشيطان برأسه وقال: أنا كنت أملي الوحي على محمد. فأهدر النبي دمه وقال: دمه هدر، إذا رأيتموه معلقا في أستار الكعبة فاقتلوه، إذا رأيتموه معلقا بأستار الكعبة فاقتلوه، دمه هدر. فإذا بالرجل يعلم الأمر، فجاء برجل يحبه النبي حبا شديدا، جاء بعثمان شفيعا له عند النبي. فدخل عثمان على النبي في مجلس الصحابة وقال: يا رسول الله، هذا عبد الله بن أبي السرح جاءك فأمنه يا رسول الله. فمد يديه فقبض النبي يديه، قال: يا رسول الله، هذا ابن أبي السرح جاءك فأمنه. فمد فقبض النبي يديه ثلاث مرات، وفي الرابعة استحيى النبي صلى الله عليه وسلم من عثمان، فمد النبي يده ووضعها في يده وأمنه النبي. لما مضى ابن أبي السرح قال النبي لأصحابه: أما فيكم من رجل رشيد؟ رآني قد كففت عنه ثلاث، فيقوم فيضرب عنقه. فقال رجل: والله يا رسول الله، لو أومأت بطرف عينك لضربت عنقه بسيفي هذا. ماذا قال الحبيب؟ ماذا قال؟ قال كلمة عظيمة تخبرك من هو رسول الله. قال النبي للصحابي: ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين. هذا هو الحبيب يا محب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أمته ويخاف عليهم ويريد لهم الجنة. النبي قرأ قول الله عز وجل على لسان إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقرأ قول الله عز وجل على لسان عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع النبي يديه وبكى، فأرسل الله عز وجل الأمين جبريل إلى النبي يسأله: ربك يقول لك ما يبكيك وربك أعلم. فقال النبي لجبريل: أمتي، اللهم أمتي، اللهم أمتي. فصعد جبريل إلى السماء وأخبر رب العزة بما قال النبي، وربنا أعلم.
فقال ربنا لجبريل: يا جبريل انزل إلى محمد، اذهب إلى محمد وقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمرو بن العاص. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الصحابة ويحب أهل الإيمان. النبي أقرأنا السلام قبل أن يموت، بل إنه أقرأ أمته جميعا السلام إلى قيام الساعة. ففي آخر لقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الأخيرة في نهاية اللقاء قال لأصحابه: أقرئوا مني السلام كل من آمن بي إلى يوم القيامة، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا رسول الله. أيها الأحبة، لا يستطيع لسان مهما أوتي من فصاحة وعزوبة أن يتكلم عن رسول الله أو يصف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي أثنى على النبي هو ربنا عز وجل فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. أيها الأحبة في الله، هذا هو الحبيب محمد، أسأل الله عز وجل أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة، وأن لا يحرمنا شفاعته، وأن لا يحرمنا الورود على حوضه فنشرب منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. أيها الأحبة، طاب لقاؤكم، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقة قادمة، في حلقة نتكلم عن جوانب مضيئة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. دمتم في طاعة، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.